ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سلام أهلا تونس، البركة فيك. الخبر الصباح متصدر جرايدك الكل. الصحافة اليوم قالت من أبرز المثقفين والباحثين العرب المشغولين بإشكاليات الفكر العربي وفاة المؤرخ الكبير وفاة المفكر الكبير والمؤرخ والأستاذ هشام جعايد. والمغرب كتبت تونس تفقد المفكر الأبرز في هذه العقود الأخيرة هشام جعايد المؤرخ الفيلسوف عبقرية العقل في قراءة الدين والسلطة. وفي لابريس كيف كيف Le penseur Hichem Jaït n'est plus un Tunisien d'exception et un grand legs pour la bibliothèque nationale et universelle. Tunisie استثنائي وإرث عظيم للمكتبة الوطنية والعالمية. فعلا واحد من الناس ما كنتش من أكثر الناس اللي يعرفوه ولا يقرأه له. أما عرفت قيمته من الناس اللي عرفته وقرأت له أكثر مني برشا. أنا نعرف خاصة مواقفه الفكرية والسياسية عبر العصور. وقيمته العلمية كمؤرخ ومفكر من أكسح ما فما في العالم العربي وممكن أكسح واحد في مجاله خاطر جمع الدقة العلمية والتحرر من الإيديولوجيا وبربش في التاريخ وفارعه بدون مسلمات لكن في نفس الوقت بدون إسقاطات. داير توك يتوفى وليت نقول خسارة ما ركزتش معاه أكثر من قبل. ومش كان أنا الكلنا لازمنا نعملوا نقدنا الذاتي في الموضوع هذا، أولا كإعلاميين ولا بش يقولوا لهم نورمالمون كصحفي. بربي انتوما اللي تسمعوا فيا، شكون فيكم سمع بهشام جعايد قبل اليوم؟ بصراحه قداش من مره ريتوه تعدى في تلفزه ولا راديون ولا هبط معاه حوار في جريده؟ زيد تذكر تراه توا قارن العدد اللي لقيته بعدد المرات اللي تحل التلفزه تلقى عباد ما عملوا حتى شيء في حياتهم. اقوى حاجه انت جوها هي طرف تصاور على انستغرام وساعات برشا زبلة على يوتيوب. أي مش كأنه فما مشكلة نوعا ما؟ مش لازمنا ذريبة نقد ذاتي يا أخويا؟ ما قلناش نحيو الرداءة والترفيه السفيه جملة، أما يا أخي نقصونا شوية من التفاهة والسفاهة وزيدونا شوية وجهة ونباهة. مثالش نعملوا 70-30% بهيش خاطر ما نعرفش كان لاحظتوا، أما الفكر والثقافة تقريبا انقرضوا من الميديا متاعنا كيما انقرضوا من شوارعنا. في صغري نتذكر أكشيك وسط البلاد كي كانت مبلعة بالجرايد والمجلات أشكال والوان من تونس ومن الخارج للكبار والصغار من قمة الجودة لقمة التفاهة وحتى الروايات والقصص. حتى عدد الأكشيك كان تقريبا الدوبل متاع توا. توا مقعده كان كعبتين واختفت المجلات والكتب ودارت لكلها لعب من البلاستيك وأكسسوارات هواتف جوالة. الهواتف الجوالة قضت على الكتب والمطالعة وعوضتها بالشبكات الاجتماعية والألعاب المجانية. هي لما حالة ظاهرة عالمية، أما كل بلاد وقدرتها على التصدي للزحف وتعديل الكفة. وانتي تونس وينك في الأتراح؟ البركة فيك، راح على هشام جعايد. إن شاء الله ما يجيش نهار ويرحل الفكر منك جملة.